100,000 شخص من سكان الموصل ما زالوا في مخيمات النزوح رغم مرور عام على إعلان العبادي استعادة السيطرة على المدينة. هذا ما أكدته مفوضية شؤون اللاجئين في العراق. فوعود رئيس الحكومة بإعادة إعمار الموصل وإعادة سكانها إلى وضعهم الطبيعي ما قبل الحرب يبدو أنها ظلت في خانة الوعود حتى اللحظة. قاطن المخيمات من سكان الموصل لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم، إذ ما زالت التدقيقات الأمنية وشبهات الصلة بتنظيم الدولة تلاحقهم بين الفينة والأخرى، فضلاً عن أوضاعهم المعيشية السيئة في هذه المخيمات. أما سكان الموصل العائدون إلى مناطقهم فهم ليسوا أفضل حالاً من أقرانهم حبيسي المخيمات، فأحلامهم بمستقبل أفضل سرعان ما اصطدمت بواقع معيشي وخدمي سيء للغاية. المستشفيات والجسور والمدارس ومحطات معالجة المياه والطاقة ملوثة بكميات كبيرة للغاية من مخلفات المتفجرات مثل القنابل والألغام التي خلفتها العمليات العسكرية بحسب تقرير للأمم المتحدة في العراق. أما الواقع الصحي فتصفه منظمة أطباء بلا حدود بأنه الأسوأ من نوعه بعد مرور عام على إعلان استعادة الموصل، حيث خرجت العديد من المستشفيات عن الخدمة وما تبقى منها فيفتقر إلى التجهيزات الطبية الأساسية لا سيما الأدوية. المنظمة أكدت في تقرير لها أن إعادة الإعمار في الموصل تسير ببطء شديد، وأن عشرات الجثث ما تزال تحت أنقاض المنازل المهدمة لا سيما في المدينة القديمة، ما يشكل خطراً على الصحة العامة وتهديداً حقيقياً لحياة السكان. انتهت حرب الموصل، لكن نتائج هذه المعركة ما زالت بادية للعيان في المدينة، حيث أن الحاجة إلى إعادة التأهيل الجسدي والنفسي لسكانها تتجاوز بكثير الخدمات الموجودة حالياً في العراق.